فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بعض الشباب وفقهم الله لا يزيدون على 10 ركعات في صلاة التراويح في رمضان ويفارقون الإمام خاصة في الحرمين، فهل يعد هؤلاء مفارقين للجماعة؟ وهل من كتاب تدلونني عليه ليهديه لهم لعلهم ينتصحون؟ نعم، هذا شذوذ، هذا شذوذ، كونهم يفارقون المسلمين وهم يصلون التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هؤلاء ينصرفون يتركون الإمام، هؤلاء مخالفون للسنة. وعدد ركعات التراويح لم تحدد، لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من قام رمضان ولم يحدد، قال من قام مع الإمام ولم يحدد، فهم يحددون من غير دليل، إلا أنهم يقولون حديث أن الرسول ما كان يزيد في رمضان، هذا حديث صحيح، يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، الرسول يعني يصلي وحده، يصلي في بيته، يتهجد في بيته، ويطيل الركوع والسجود والقراءة، ما نصلي مثل صلاة الرسول، ما نستطيع، ما نستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لأن الرسول يصلي في بيته، الرسول قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ليتهم يعرفون السنة، يزعمون أنهم يحتجون بالسنة وهم لا يعرفونها، بل يقلدون من قال هذا القول. أنا أعرف من قال هذا القول، له رسالة في هذا، وهو ما هم مصيب في هذا الأمر، هو مخطئ في هذا الأمر، ولا تفقه في الأحاديث، ما تفقه فيها، وإنما هذا من الصبر في العلم. وحتى لو حددت صلاة التراويح فمفارقة المسلمين وفي المسجد الحرام هذه لا تجوز، لا يجوز للمسلم أنه يعتزل عن المسلمين ويتظاهر بالمخالفة، لا يجوز هذا. كان جلس في شدته وصلى ما يريد، أما يجي للمسجد ويظهر الخلاف ويظهر الانشقاق، هذا لا يجوز. نعم.